لما تبص على نتيجه ماتش اتعادلت فيه 1-1 مع نيجيريا في نيجيريا اكيد لازم تقول انها نتيجه رائعه، بس الكلام ده لو نيجيريا كانت نيجيريا. انما منتخب نيجيريا بنجومه من البريمير ليج ظهر في الواقع والحقيقه كفريق مستواه اقل بكتير من المتواضع، ولكن بالرغم من ده كان على بعد لحظات من انه يكسبك 1-0 ويهدد تاهلك لبطوله الامم الافريقيه اللي انت غايب عنها للمره الرابعه على التوالي. لو مستني في الحلقه دي تسمع ان منتخب مصر ظهر باداء كويس علشان قدر يحقق نتيجه ايجابيه، ولولا الحكم الفاجر كان زماننا كسبنا الماتش، يبقى للاسف مضطر اقول لك ما عندناش. اللي هتسمعه هنا هو تحليل تكتيكي لاجمالي اداء مصر اللي في المباراه ضد نيجيريا كان سيء. في زمن ليستر سيتي بيتصدر فيه البريمير ليج، فبالتاكيد انتهى زمن احترامك المبالغ فيه لفرقه في ماتش كوره علشان تاريخها وانجازاتها واسمها، واحنا بالذات اكتر ناس عارفين ده كويس لاننا لسه مجربينه ضد منتخب تشاد السنه اللي فاتت. سياسيا مدرب نيجيريا بدا الماتش ب 4-2-3-1، خط ظهر ما عندوش فكره عن الكوره وبطيء بطء الفيل، اوبي ميكال ارتكاز جنب ايتيبو اللي كان بيزيد في ال 18 عشان تتغير الخطه الى حد ما ل 4-3-3 بميكال ارتكاز وحيد في العمق، قدامهم احمد موسى يمين، موزس شمال، وما بينهم انياتشو لاعب مانشستر سيتي وايجالو سترايكر وحيد. مفيش كلام ورغي كتير تكتيكي يتقال على نيجيريا غير كارثه واحده بس، انهم كانوا بيلعبوا بدفاع متقدم بشكل جنوني، لعيبه خط الظهر البطيئه اصلا كانت واقفه على خط نص الملعب وسايبين وراهم شوارع. الكلام ده كان باين بعد اول 15 دقيقه من المباراه وما استغلش بتاتا من منتخب مصر، لان بخلاف عمر جابر لعيبه الارتكاز وخط الظهر مش عارفين يطلعوا ثرو باس واحد بس محترم في المساحه لمحمد صلاح، ولان مفيش ضغط على نص ملعب نيجيريا وبالاخص اوبي ميكيل، وبالرغم من ان تمريراتهم كانت معظمها سيئه ففشلت برضو انك تستخلص منهم الكوره وبرضو تلعب ثرو باس واحد عدل في المساحه قدام محمد صلاح. نتيجه 0-0 في الهاف تايم كانت مقبوله لان التعادل بشكل عام في الماتش ده وظروف المجموعه هو في صالحك، ولكن بصراحه ما اقدرش اقول ان الاداء كان حلو، بخلاف نقطه ضعف واضحه ناحيه اليمين لازم يتم معالجتها في الماتش اللي جاي، ان في ظل عدم تكلفه محمد صلاح بواجبات دفاعيه كبيره لاستخدامه في الهجمات المرتده لازم محمد النني يضم على عمر جابر علشان يمنع الزياده العدديه اللي اتكررت اكتر من مره من موزس هاف الشمال و موتسي الظهير الشمال. دفاعيا حجمت هجوم منتخب نيجيريا بشكل كبير لانك قفلت عليه المساحات، ولكنك فشلت في انك تعمل هجمه مرتده واحده بس صح، والكره الوحيده اللي رحت بيها على الجول كانت من غلطه دفاعيه فرديه ساذجه جدا من مدافعين نيجيريا. في الشوط الثاني بقى شاهدنا تبديلات عبقريه من هيكتور كوبر. اولا مروان محسن مكان كوكا، مروان كان بيضغط اكتر في نص الملعب لانه اخيرا خد فرصته وعايز يموت نفسه علشان يثبت انه احق بالمكان، انما تكتيكيا فكوكا ومروان كان ليهم نفس الدور لانهم لعيبه عندهم خصائص متشابهه جدا ببعض، بالتالي والنتيجه لسه 0-0 وادائك في الملعب مش حلو ومحتاج تغييرات رحت مخسر نفسك تبديل مهم ما اضافلكش اي حاجه، ولكن التبديل الاول ده ما كانش في اهميه ولا عبقريه التبديل الثاني، وانت خسران 1-0 من الدقيقه 60 استنيت لحد الدقيقه 70 علشان تطلع عبد الله السعيد اللاعب الهجومي وتنزل مكانه لاعب ارتكاز ثالث. حسام غالي فعلا لعب في مركز عبد الله السعيد تحت مروان محسن، ولكن في وجود ابراهيم صلاح والنني بقى عندك في الملعب 3 لعيبه ارتكاز بمواصفات دفاعيه وانت خسران، وفضلت راكن رمضان صبحي على الدكه لحد الدقيقه 76، رمضان اللي واضح لاي واحد بيتابع الدوري المصري انه من احسن اللعيبه الهجوميه اللي في مصر، قدر كعادته انه يشغل مخه ويلعب ثرو باس واحد بس ذكي ما شفناش غيره طول ال 90 دقيقه لصلاح عشان يحط جول التعادل ويحفظ ما تبقى من ماء وجه منتخب مصر. طب كان ممكن كوبر يعمل ايه؟ اولا كان ممكن ينزل رمضان صبحي مكان ابراهيم صلاح ويرجع عبد الله السعيد يلعب كارتكاز تاني جنب محمد النني وتلعب بتريزيجيه تحت كوكا، رمضان شمال ومحمد صلاح يمين، وبكده تبقى بمنتهى البساطه كسبت لاعب نص ملعب هجومي زياده وانت خسران. لو شايف ان لسه بدري ومش عايز تخاطر بعبد الله السعيد كارتكاز يبقى حسام غالي ينزل ولكن مكان ابراهيم صلاح، وفي نفس الوقت والتبديل رمضان ينزل مكان عبد الله السعيد لان حسام غالي هو اللي هيقوم بدوره في الوقوف على الكوره وبناء الهجمه. رمضان هيلعب ناحيه الشمال وتريزيجيه هيضم للقلب
قلب ويلعب تحت كوكا. وفي كل السيناريوهات اللي ممكن تفكر فيها فهيفضل معاك تبديل ثالث ترمي بيه مروان محسن كسترايكر زياده في اللحظات الاخيره لو كنت لسه خسران في النتيجه زي ما حصل في سيناريو الماتش بالظبط. طب وايه المطالب في الماتش الجاي؟ تكتيكيا اللعب بنفس اسلوب الدفاع المتاخر اللي عانى ضد هجوم نيجيريا لغياب اي مساحات يحاولوا يستغلوها، مع البدايه بطارق حامد مكان ابراهيم صلاح، رمضان صبحي مكان تريزيجيه، وحسام غالي مكان عبد الله السعيد. التشكيله هتكون اقرب ل 4-3-3 بدايموند في نص الملعب، اساسه هيكون طارق حامد جنبه النني وقدامهم حسام غالي. غالي هيكون ليه دور اساسي في الضغط على حامل الكوره وبالاخص اوبي ميكيل، الدور اللي كان مكلف بيه عبد الله السعيد لكن للاسف ما قدرش يأديه لفارق القوه الجسمانيه ما بينهم، ولان هو اصلا لاعب هجومي مش محتاج لا فيلسوف ولا عبقري علشان يقولك ان الاعتماد في المباراه القادمه هيكون بنسبه 100% على الهجمات المرتده. نيجيريا اللي كانت بتلعب بخط ظهر متقدم على ملعبها والنتيجه 0-0 هيلعبوا بضغط عالي اكتر ويسيبوا مساحات اكبر وراهم لانهم دلوقتي متخلفين في النتيجه ولا بديل لهم عن الفوز في القاهره، ولازم يكون في ثروهات متحضره ومتحفظه للاعيبه الارتكاز وخط الظهر بتتلعب في المساحه على الطرفين قدام رمضان صبحي ومحمد صلاح. اعتماد منتخب مصر الماتش الجاي على الهجمه المرتده مهم لدرجه انه ممكن ما يلعبش بسترايكر من اساسه، عادي جدا ان كوكا ومروان الاثنين يبداوا من على الدكه وتبدا برمضان صبحي وتريزيجيه ومحمد صلاح، ثلاث لعيبه سرعه قدام عشان ياكلوا وينسفوا المساحات اللي هتكون موجوده في خط ظهر نيجيريا. رجل المباراه مفيش شك انه حماده طلبه، بالرغم من انه لاعب امكانياته الكرويه ممكن تكون قليله ولكنه بيعوضها برجوله وقتال وحماس كبير جدا خلوه يشيل كره من على الخط ممكن تكون السبب الرئيسي في تاهلنا لامم افريقيا اللي جايه. اما لقب بونيرا المباراه فبيروح لهيكتور كوبر. التشكيله اللي بدا بيها تكتيك لعب الفريق وتبديلاته وحلوله في الشوط الثاني كانت كلها خلينا نقول مش كويسه، والأسوأ في وجهه نظري هو عدم قدره لاعبي المنتخب على اكمال 5-6-7 تمريرات كده من رجل لرجل على مدار المباراه، واللجوء الدائم من قلبي الدفاع في بناء الهجمه حتى وهم ما عليهمش ضغط لكور طوليه في العمق عاليه ملهاش اي صاحب. اتمنى ان السبب في ده يكون ان ارضيه الملعب كانت سيئه، لانها لو مجرد حجه فمش هتنفع في مباراه القاهره يوم الثلاث. وفي النهايه ممكن اقول مبروك للنتيجه الايجابيه، ولكن في انتظار اداء احسن من كده بكتير، لان المنتخب ده اللعيبه دي يقدر يقدم كره قدم احلى من كده بمراحل. ما تنساش لو الحلقه دي عجبتك تعمل لايك وشير في الخير وسبسكرايب او اشتراك في القناه على يوتيوب علشان توصلك حلقات صباح وكوره وصباح وتاكتكس اول ما تنزل. كان معاكم عمرو نصوحي واشوفكم الاسبوع الجاي، سلام.